لا إله إلا الله، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فأفضل الأذكار على الإطلاق لا إله إلا الله، والمفاضلة عند أهل العلم بين التسبيح والتحميد. وعلى كل هن الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا يضرك بأيهن بدأت. وفي كل واحدة منها شجرة في الجنة. في الحديث الصحيح عن إبراهيم عليه السلام: أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أو ما علمت بأنها القيعان فاغرس ما تشاء بذا الزمان الفاني وغراسها التسبيح والتكبير والتوحيد للرحمن. المقصود أن هذه الكلمات الأربع خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، ثوابها عظيم. وفي الحديث الصحيح الذي ختم به الإمام البخاري صحيحه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. لكن الحرمان لا نهاية له، وفضل الله لا يحد. فمن وفق وجعل لسانه رطبا بذكر الله، سواء كان بتسبيح أو تحميد أو تهليل أو تكبير أو غيرها ما جاءت به الأخبار، فهو الموفق. ومن حرم فصمت فهو محروم، ومن نطق بما فضول أو ممنوع فأشد في الحرمان.